البررة والمواكبة المحسوبة والمسؤولة من الجيش اللبناني والاحتضان العارم من قبل شعبنا العزيز والمقدام. وعبرت الكتلة عن ترحيبها الحار بالتغطية السياسية الكاملة التي أطلقت بموجبها السلطة السياسية في البلاد يد الجيش اللبناني لتحرير جرود رأس بعلبك والقاع من داعش وإرهابها، ودعت إلى أوسع حملة تضامن وطني لإنجاز هذه المهمة، وثمنت الموقف الإيجابي الوازن الذي باشرته قيادة المقاومة تأييدا ودعما للجيش في مواجهة احتلال داعش للجرود اللبنانية. ومن جهة أخرى أبدت الكتلة ارتياحها للتطورات السياسية والميدانية التي تعكس بوضوح تقدم محور المقاومة وانتصاره على الإرهاب في المنطقة. ثم تدارست الكتلة النقاط الواردة على جدول أعمال جلستها وخلصت إلى ما يأتي. أولا، تدعو الكتلة اللبنانيين جميعا إلى وقفة وطنية جادة وشاملة دعما للجيش اللبناني في معركته لاقتلاع إرهابيي داعش من جرود القاع ورأس بعلبك، وإحاطته بكل أشكال التأييد والمؤازرة المعنوية والإعلامية، واعتبار معركته هذه معركة الوطن كل الوطن. إن الانتصار على الإرهاب وجماعاته هو انتصار لكل اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومناطقهم واتجاهاتهم السياسية، وإن التضحيات التي تبذل لتحقيق هذا الانتصار هي عنوان الشرف والوفاء الذي يلتزمه الجيش اللبناني تجاه أرضه وشعبه، وتستحق منا جميعا وقفة إباء وعز ومسؤولية. ثانيا، إن المواطنين لا تعنيهم السجالات الوزارية المتعلقة بالكهرباء، وإنما يعنيهم تأمين الكهرباء لبيوتهم ومحالهم ومعاملهم. ومعيار نجاح الحكومة في هذا الموضوع هو الإسراع بتوفير حاجات المواطنين والبلاد وتحسين الخدمات المقدمة لهم. وعليه فإن على الحكومة أن تحزم أمرها وتأخذ بعين الاعتبار أن كل تأخير في توفير الكهرباء للمواطنين هو دليل فشل، خصوصا أن القاسي والداني بات يعرف الكلفة الحقيقية والمصادر المتاحة، كما يعرف أيضا الجهات المستفيدة من تلكؤ الحكومة في بت هذا الموضوع، ولا تخدعه كل التبريرات الواهية التي تساق من هنا أو هناك. ثالثا، إن قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي ينتظر اللبنانيون مآله الدستوري على أحر من الجمر، ترى الكتلة فيه إيجابيات وضرورات تطال الأمن المعيشي والاجتماعي للمواطنين، وهي تأمل أن يستنفذ مساره الدستوري ليخرج إلى حيز التنفيذ. وفي الوقت نفسه تبدي الكتلة تفهما للحاجة إلى بعض التعديلات الموضوعية والمحقة، وستبذل جهدها لمتابعتها وإقرارها. رابعا، إن العلاقة بين لبنان وسوريا لا تستطيع الظروف والأحداث مهما بدت قساوتها أن تنال من تميزها وضرورتها لكلا البلدين الشقيقين. وفضلا عن حاكمية التاريخ والجغرافيا، فإن البلدين مدعوان لالتزام جدي وصارم بمضمون المعاهدة النافذة بينهما، والتي تحقق المصالح الوطنية والقومية المشتركة للشعبين والدولتين. خامسا، إن السقوط النهائي للمشروع الدولي والإقليمي الذي استخدم مختلف الجماعات الإرهابية التكفيرية لإخضاع قوى وشعوب ودول محور المقاومة في المنطقة بات قاب قوسين أو أدنى. ولذلك فإن اللحظة الراهنة ينبغي أن تكون محطة لمراجعة الحسابات من أجل حفظ سيادة لبنان وموقعه الريادي ودوره الإيجابي الفاعل في تصويب الخيارات وترسيم الاتجاهات وتحديد الصداقات والتحالفات. سادسا، إن العدوان الأمريكي السعودي على اليمن فشل في عاصفة حزمه وصاعقة أمله، وبات المعتدون أسرى
تورطهم البائس، وما زال المخرج الوحيد من هذا التورط هو الحل السياسي الذي ينهي العدوان ويطيح الهيمنة الخارجية ويحفظ استقلال اليمن ويلبي إرادة شعبه العظيم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.